كده مجموعه شباب عادي كنا بنتكلم ان احنا ازاي نحاول نخدم الناس في النسبه النواحي الصحيه. فكرنا ان احنا نستغل الاول كان فكرتنا ان احنا نعمل المضيفه نجيب سراير اللي هنحطها في الاوضه نحط لها سراير اربع سراير ونجيب تخصصات برضه كل جمعه كاش رمزي 5 جنيه وفي خصم 50% بيصل ل 100% علاج للمحتاجين. بس الفكره اتطورت اللي احنا لقينا مبنى الشؤون الاجتماعيه فاضي في العيادات مجهزه الدكاتره اول ما عرضنا عليهم الفكره رحبوا بصراحه جدا. دلوقتي احنا كان اول يوم لينا النهارده الافتتاح بدانا بخمس تخصصات. الاول كان كشف يبقى من الساعه 2 للساعه 5 في عينات مجانيه موجوده معانا بنوزع منها وفي برضه دواء اللي احنا مش موجود عندنا اللي هي النواقص اللي بره بنصرفها من بره من الصيدليات متعاقدين مع صيدليتين صيدليه الدكتور محمود صفوت صيدليه الدكتور فكرنا في ان الشؤون هنا موجود فيها شؤون اجتماعيه بصراحه الدكتوره ان هي موجود فيها عيادات قلنا نستغلها وشاركنا مع دكاتره داخل البلد وخارج البلد وكان معانا تخصصات رمد وانف واذن وحنجره وبطنه واسنان واطفال ولسه طبعا هنكمل المسيره ديت باذن الله وسعر رمزي يعني ما بنقولش حاجه احنا مبدئيا يعني لحد النهارده ما اعتمدناش على حد يعني جهود ذاتيه يعني انا شايف ان في سهرات مليانه ناس كتير قوي قوي بتهتم فيها لما بنقول مثلا هنعمل يا جماعه حاجه كويسه للبلد ونهتم بيها البلد بنلاقي 1000 من بره بدون يعني ما بيحبش يذكر اسمه او يبين نفسه والناس ما لهاش اي ميول لا سياسيه ولا دينيه ولا اي حاجه خالص وما بيظهروش اساسا يعني اهل خير كتير في سهرات يعني الحمد لله ربنا يعني ادام بنعمل خير ربنا يعني لازم نتغير كفايه قوي كده بقى يعني شفنا ايام صعبة لازم نتغير تمام لازم وانت يا محمد رسالة للشباب؟ والله انا بنشد للشباب اللي في البلد هنا في القرية يعني ان هم خلاص يعني فات الاوان ده خلاص راح الوقت القديم اللي هو كان الناس متلجمة فيه مش قادرة تتكلم مش قادرة تقول اي يعني مش عارفين يقولوا اراهم بصراحة يعني خلاص الوقت الجد بقى جه واحنا في فترة انتقالية لازم كل واحد يبقى نشيط يعني اليوم كل اللي قدرنا نقوم بيه ان احنا عملنا عمليه تنسيق بين العيادات اللي موجوده في الشؤون الاجتماعيه اللي هي ما بتبقاش شغاله يوم الجمعه وبين الدكاتره اللي حابين يعملوا خير. كنا بس وسيط بين الاثنين وقدرنا نوفق بين الاثنين. وفرنا المكان وفرنا الدكتور وتواجد المريض اللي هو فعلا مش قادر يحتاج وده احنا عاملينه بسعر رمزي 5 جنيه وال 5 جنيه دي بنجيب بيها علاج للمحتاجين يعني ال 5 جنيه اللي احنا بناخدها قيمه الكشف دي بنحدد من الشؤون الاجتماعيه مين الناس اللي تحتاج العلاج مجاني ومتفقين سايبين رصيد في الصيدليات بنحط فيه وهم بيسحبوا منه. طب بالنسبه لاستمراريه اليوم ده كل جمعه هيبقى كل جمعه ولا ان شاء الله؟ هو الخطه ان شاء الله ماشيه ان هي ده مشروع طويل المدى يعني ان شاء الله هيتنفذ كل جمعه وهيكبر يعني ان شاء الله مشروع بيتطور من جمعه لجمعه. لو بدانا الجمعه دي باربع تخصصات الجمعه الجايه ان شاء الله عندنا امل انه 5 الجمعه اللي بعدها يبقوا 6 لحد ما ان شاء الله الهدف الكبير ان هو يبقى يعني مجمع طبي يخدم جنوب الدقهليه مبدئيا يعني نقول لو خطه 5 سنين لو حطينا بس خطه 5 سنين احنا نقدر نشتغل ونقدر نوصل لمجمع طبي محترم يخدم جنوب الدقهليه كله بس يعني ما يخدمش سهرات بس. طيب رساله للشباب اللي هم قابلت واعتقد ان هي فرصه ومش هتتكرر. انا بقولها دلوقتي الفرصه دي مش هتتكرر. اللي مش هيشترك ويكون ايجابي من دلوقتي هتفوته فرص كبيره جدا 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 مش هيقدر يلاقيها تاني. يعني اللي حصل لنا بعد الثوره احنا ما كانش لنا دور كنا مهمشين عشان نظام وعشان حكومه وعشان ملناش دور ما حدش بيفعلني عشان اشتغل شغل عام لازم اروح لامن الدوله لازم اروح اعمل لازم يقول لي انت بتعمل ليه انت عشان انتخابات انت عشان ودلوقتي الفكره ان احنا لو بدانا كمجتمع مدني بدانا من القاعده من تحت المجتمع المدني كله اشتغل من القاعده بيت باي بيت خطوه بخطوه الشباب نظم اموره بشكل كويس اعتقد ان الامور هتختلف كتير ولو بدانا ببلدنا هتصبح مصر من اقوى الدول اللي موجوده في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. حسام محمد عباس. ايه رايك في اليوم وتنظيمه؟ لا والله ممتاز يعني وشيء جميل ونتمنى ان هو يتعمل قبل كده. يعني ده تحقيق ذات قدامنا اللي احنا بنساعد الناس بشكل حقيقي ونتمنى افضل من كده بكتير باذن الله يبقى في افضل ان احنا نخدم الناس ونساعدهم ونشوفهم لطلباتهم الاجتماعيه والصحيه والله بيسمح في العمل وقتنا. ايه حضرتك في اليوم النهارده اليوم الشباب التغيير عاملينه في القافله الطبيه؟ والله انا بامانه يعني فوجئت بالمس
المستوى الرائع ده من العطاء ومن التفتح السياسي اللي انا شفت الشباب عليه النهاردة، وده بيأكد الحقيقة اللي كلنا اكتشفناها، ان هذا الشباب شباب واعي وشباب محترم، ومش زي ما كان كتير فاهمين ان هم يعني اهتمامات سطحية وكانوا بيتعلموا يعني في مقدرته على اي عطاء. الشباب ده بيثبت كل يوم ان هو شباب فاهم، شباب قادر، شباب عنده رؤية، وشباب عنده رغبة في انه يساهم في حالة الاصلاح اللي بلدنا بتشهدها حاليا. وانا اقدر اقول باطمئنان دلوقتي ان مستقبل بلدنا فعلا هيبقى افضل كتير في وجود شباب بهذه النوعية. هل ترى حضرتك ان الشباب يقدروا ان هم يشتغلوا من غير دعم معنوي ودعم مادي ودعم المجتمع المدني والحكومة تتعاون معهم ولا؟ لا طبعا لا يكفي الحماس والروح، ده شيء طبعا جميل جدا وطيب للغاية، ودي قوة الدفع الحقيقي، بس الواقع بيبقى محتاج معطيات تانية. احنا بنتعامل مع وقائع محتاجة مقدرة مادية ومقدرة مالية ومقدرة تنظيمية، والشباب مؤكد ان مش متوفر عنده المقدرة دي، او على الاقل بالصورة الكافية باخراج عمل محترم وعمل جيد، فمحتاج دعم كل الناس، محتاج دعم الأجيال اللي سبقته والأجيال اللي أكبر من خلال الخبرة ومن خلال النصيحة، ومحتاج الدعم المادي. علشان رسالة توجهها مثلا لرجال الأعمال، للناس في الحكومة الجديدة، في التعاون مع الشباب بصفة عامة ومع شباب سهرك شباب تغيير بصفة خاصة. أنا بقول لنفسي أولا ولكل من عنده مقدرة على العطاء أيا كان نوع العطاء، مادي ومعنوي وخبرة، انا بقول ان الاوان ان احنا فعلا واللي فاتته الفرصة وما قدرش يساهم في الحركة المباركة دي من اولها لسه الفرصة موجودة، وبقول هو ان المجال مفتوح لكل من لديه الرغبة ان هو يقدم حاجة لبلده، وبقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، وان احنا فعلا بلدنا مش هتبقى احسن ولا هتتغير الا بتكاتفنا كلنا، كل واحد على قد ما في المجال اللي هو يقدر يدي فيه. ان شاء الله بإذن الله هنشوف بلدنا في صورة احسن، والبداية الشباب بدأوا، ومحتاج دعمنا كلنا ودعم المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني واهالينا من القادرين، لازم فعلا نساهم معاهم. طيب سؤال بره، ان احنا النهاردة في يوم طبي، الشباب كانوا بينادوا ان احنا كقرية فينا المقاومات اللي تجعلنا كمدينة، ايه رأي حضرتك ان احنا هل ممكن سهرجت مؤهلة ان هي تبقى مدينة ولا لا؟ اللي انا اعرفه ان بالفعل سهرجت من فترة طويلة كانت مرشحة بقوة ان هي تبقى مدينة، والاعتبارات معينة يعني تم اختيار مناطق اخرى وحازت حاجة الشرق، انما انا سهرجت بحكم القوة البشرية اللي فيها، بحكم القرى والنجوع والكفور اللي بتتبعها، وبحكم الكفاءات والكوادر البشرية اللي فيها، ومؤهلة تماما ان هي تبقى مدينة وان هي تقود حركة تنمية حقيقية في المنطقة بتاعتها، وما ينقصناش بس الا يعني شوية ارادة واخلاص. واخلاص. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور.